مشاهدينا الكرام، أعزائنا الأفاضل، مرحبا بكم في هذا الحوار القصير حيث نستضيف الباحث الوسيم مصطفى. معلوم عنكم أنكم يعني ملمين بمجال التخصص وتخصصون دورات تكوينية لفائدة أطر المؤسسات بالحاضرة الإسماعيلية مكناس. حدثنا عن الموضوع. وفي إطار التعاون الذي جرت العادة أننا نجريه مع المصالح ديال جهات مكناس السفيلات، وبالخصوص المصالح المختصة بهذه الجهة، وفي إطار كذلك المواكبة وتدعيم عمل الموظفين الجماعيين على مختلف مستوياتهم، كنظموا واحد المجموعة ديال الندوات اللي تم الاتفاق عليها هذه مدة سنتين. ومن بين هذه الندوات الندوة الحالية التي نحن بصدد تنظيمها، واللي كتضمن جوج المواضيع أساسية. هذه جوج المواضيع: موضوع يتعلق بالمالية المحلية واللي تهم بالخصوص بعض الأطر المكلفة بتدبير الشؤون المالية بالجماعات الترابية وكذلك بعض المهندسين. ثم كذلك الموضوع الثاني يتعلق بمادة الافتحاص والمراقبة التدبيرية، لوديت انترن للكونترول جيستيون، واللي بطبيعة الحال هو موضوع الساعة، واللي كيتطلب بأن الموظفين والأطر العاملة سواء بالإدارة الترابية أو بالجماعات الترابية وبالخصوص بالجهات، خاصة مع التطور الذي سيعرفه تقسيم يعني الجهوي والجماعي والقوانين الجديدة التنظيمية المتعلقة بهذه المؤسسات، والتي تقتضي مجموعة من المهارات التي يجب أن يواكبها الموظفون. ومن بين هذه المهارات يعني الجديدة التعرف على المجال ديال الافتحاص وعلى الداخلي لإدارتهم، وكذلك المراقبة الداخلية فيما يخص التدبير الإداري، وفيما يخص كذلك تدبير المشاريع، وفيما يخص كذلك التنمية بصفة عامة. وفي هذا الإطار كتجي هذه الدورات التكوينية لتهيئ على أساس أنها تكون بداية لدورات في إطار البرامج التي ستستار مع يعني المجالس الجديدة المقبلة في إطار القوانين الجديدة. إذن لا بأس أن نذكر ببعض تخصصات حتى تكون فرصة للمؤسسات الحكومية أو القطاعية التي ترغب في الاستفادة من التجربة التي راكمتموها طيلة يعني انشغالتكم وعملكم بالمؤسسات التابعة للدولة. شكرا. بطبيعة الحال احنا كمكتب ديال الدراسات اللي على رأسه واحد المجموعة ديال الأطر اللي خدمت في الإدارة بصفة عامة، وخاصة بالإدارة الترابية وبالمجال ديال الجماعات الترابية، عندنا واحد البرنامج اللي كيواكب هذه التطورات، واللي هو عبارة على مجموعة من يعني مجموعة من المواضيع التي تهم يعني، وخاصة المواضيع الجديدة، سواء فيما يتعلق بكيفية يعني فيما يتعلق بالجانب التدبيري، او كذلك فيما يتعلق حتى بالجانب التنظيمي. كنهضروا على الجانب التدبيري، تنقصدوا به الموظفين والمنتخبين في ان واحد، وفي الجانب التنظيمي تنقصدوا به كذلك بما يخص يعني المنتخبين، وخاصه المؤسسات التي سيشرفون عليها من مجالس، اجهزه تنفيذيه، من لجان الى غير ذلك. ففي هذه القطاعات حنا هيئنا واحد المجموعه ديال المواضيع اللي تنتمناو على الله انه في المستقبل، بالنسبه يعني الاحتياجات اللي كنظنوا بان احنا بالنسبه لنا احنا قائمه، الجماعات اللي يعني على المستوى ديال الجهه الجديده لجهه فاس مكناس، وكذلك خاصه على المستوى المحلي على مستوى الجماعات التابعه لعماله مكناس، ان الاطر ديالنا والمكتب ديالنا مستعد انه يتعاون في هذا الاطار، في اطار يعني نفس يعني التوجه اللي سبق لنا خديناه مع المصالح الاداريه ديال جهه مكناس السبيلات. يعني كنقطه اخيره، نتمنى ان نلتقي بك في فرص مقبله، وهذا ان شاء الله سيحصل بالتاكيد، لاننا نعمم الفكره ولا نكون كذلك
يعني نستحوذ على المعلومة، ولكن نسعى من خلال وسائل الإعلام، جريدة شريحة بالجامعة أو موقع الرقمي أخبار ثقافة العالمية، أن ننير المجتمع بصفة عامة. إذن ما هي حاجيات التي ترونها عندما تكون يعني تتفاعلون مع المتلقي يكون هناك نقص يعني بشكل كبير، يعني من خلال التفاعل شنو هي التساؤلات اللي كيطرح المتلقي مثلا؟ هو في الحقيقة كيف ما كان الحال، نحن حاليا يعني ركمنا واحد تجربة كبيرة. نعم. بالنسبة لأطر وموظفي الجامعة الترابية على المستوى الوطني وكذلك على المستوى المحلي. نعم. ولكن هذا لا يمنع من انه كما قلت قبيله هناك يعني يكون في كل يوم هناك يعني مواضيع جديدة وممارسات جديدة يجب ان يطلع عليها وقوانين جديدة يجب ان يطلع عليها. يعني بعض المؤسسات وهذا عيب، ويعني لا استثني اي مؤسسه، جميع المؤسسات بما فيها التعليم، في لا التعليم العالي الى اخره، ولا المؤسسات الحكوميه، يعني المسؤولين يعني يستحوذون على المذكرات وعلى هذا، حتى يعني هذا نعيشها يعني هذه ظاهره اللي يعني ولو انه احنا ما نقولوا شيء بان الناس ولكن نعم راها كلها سوداء، ولكن كاين بوادر ديال التغيير. نعم. يعني من خلال لان هذا امر يتعلق بعقليات. نعم. ويتعلق. نعم. بهذا، ولكن هذا لا يمنع بانه هناك توجهات جديده. نعم. هناك افكار جديده اللي من الضروري اننا نشتغلوا عليها، وكذلك انه كما قلتي في التساؤل ديالك هناك احتياجات. نعم. يعني الاحتياجات لا على مستوى الوسائل العمل الجديده. نعم. اللي لابد ان الموظفين يجب ان يعني تلقوا مهارات في شأنها. نعم. وان يعرفوها ويتقنوها لمواجهه يعني لان مستقبلا لن نتعامل مع الاداره كاوراق او كرسائل او شيء من القبيل، بل سنتعامل مع الاداره كاداه للتنميه وتحيين المعلومه بطبيعه الحال ومواكبه يعني التطورات التي يعني تعرفها البلاد والاتجاه الذي تسير فيه البلاد من اجل النمو ومن اجل يعني اطور اللي هي كفأة وفي المستوى ديال الحداثه وديال اذا لن اطيل عليك، ونتمنى ان نلتقي بك في فرصه قادمه بحول الله في صالون جريده في رحاب الجامعه والتي تخصصه للباحثين، واترك لمواصله التكوين الذي تلقنونه لفائدة أطر جهات يمكن استفيدها. ألقاكم في رعاية الله. شكرا لكم، شكرا لكم. أنا بدوري هذه مناسبة لتحت لي أنني أشكر الجريدة بكل تواضع، نحن في الخدمة وكذلك القيمين عليها، وخاصة الأستاذ سي بولبول اللي كنعرفو من زمان، واللي بطبيعة الحال صدى هذه الجريدة، أعطى الأكل ديالو وصبحت من الجرائد يعني المستوى المستقل، الجرائد المهمة اللي كتوصل المعلومة بشكل منتظم. فشكرا، وكنتمنى لها التوفيق يعني والتألق باستمرار إن شاء الله. ونحن كذلك نعتز بالأطر التي أنها رغم التقاعد لا زالت تشتغل أكثر وأكثر. شكرا لكم، في أمان الله. لا أفو. شكرا. هنا فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا إلى آخره، الاتفاقيات إلى آخره، التبادل التعاون إكسترا. ولا لا كوبيراسيون ملتيلاترال مع لي زورغانيزم إنترناسيونال ولا ريجيونال. بنك مونديال، بنود، بنك أفريكان، بنك إسلاميك، أونيون أوروبيان، جي زد، إكسترا. Donc, il y a des contraintes. Je suis la société civile bien organisée. Je vais dire que nous avons des engagements. Vous avez fait des montages à GR en bonne uniforme. Avec les nains qui sont mis à niveau, les mains, je suis piloté des AGR, etc. Parce que je vais vous aider pour lutter contre la pauvreté, pour augmenter le revenu des nains. Vous voyez, il y a des exigences. Donc, on peut dire que le pilotage, c'est un processus de passage à l'action de coordination impliquant d'identifier des leviers pouvant avoir une influence sur la performance. Les leviers, je n'en ai pas à l'écouille. Ça peut être des ressources humaines, ça peut être des ressources matérielles, ça peut être des opportunités de partenariat. Ça peut être beaucoup de choses. Hein? Je suis dit, il y a un partenariat comme là. Il ne faut pas, attendre. Il faut chercher. Là-bas, là, les mains en deux, une structure de partenariat. De partenariat, mais il y a des partenariats. Il y a des divisions de partenariat, des services de partenariat, et pour piloter également les projets, c'est qu'on a bien un partenaire, etc.
منها on peut pas réaliser, l'État ne peut pas tout faire. Par conséquent, on peut faire beaucoup de choses avec peu. Un juillet, deux juillet, trois juillet, quatre juillet, etc. J'ai un projet demain en partenariat en interne. Un tout quelque chose. يومياً الوزارة الزيارة ديال سيدنا الإفريقية ولا الأيور واحد شو كاين شي يمشي داكشي ديال البروتوكول وما محتاجش نفطر لها الشيخ ديال الدار الشيخ ديال الدار وخلينا الناس ديالكم فرانك مرحبا يعني حنا في الحوايج نقول لكم كل تبادل كاين النهار باش نسني 60 كومونسيون باقي لنا كيجي وزير ولا الكاتب العام الى اخره باسكو سي اون بروفانس تري بوف Grâce à la société civile, il commence maintenant à avoir un peu de succès, les gens l'ont devenu. Donc la société civile s'est développée au-delà de chez nous. Et on était obligé de créer.